بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ويقولون ما
صادقين ما ينظرون ما ينظرون إلا صيحة إلا صيحة واحدة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون فلا يستطيعون توصية توصية ولا إلى أهلهم ولا إلى أهلهم يرجعون يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
خلقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم.